تعرف على طريقة كيفية حل مشكلة روبلوكس في الكمبيوتر؟ قم بالضغط على ضبط الإعدادات، من ثم سنقوم بالضغط على التطبيقات، بعدها سنقوم بالنزول إلى الأسفل والبحث هنا عن تطبيق روبلوكس. سوف يظهرنا على هذا الشكل. ثم سنقوم بالضغط على إيقاف الإجباري، بعدها سنقوم بالضغط على الموافقة، من ثم سنقوم بالضغط على مكان التخزين، بعدها سنقوم بالضغط على مسح التخزين المؤقت، من ثم سنقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم، بعدها سنقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سنقوم بالبحث عن تطبيق روبلوكس، سوف يظهر على هذا الشكل. وعندما تجدون هنا تحديث، قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم روبلوكس. هكذا.